توقف عند غياب البطريرك هزيم وما يعنيه في هذه اللحظة المصرية من تاريخ المنطقة والمسيحيين. تقرير ركال مبارك. 92 عاما من العطاء والتفاني والمحبة الخالصة في رسالة مسيحية سعى أن يقدمها بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس إغناطيوس الرابع هزيم، فنجح في زرع بذورها في لبنان وسوريا وبلدان المشرق، لكنه وللأسف لم ينجح في مقاومة الجلطة الدماغية التي أصابته في الرابع من كانون الأول الجاري فأفقدته الوعي. أدخل إلى العناية الفائقة في مستشفى القديس جورجيوس في الأشرفية وأسلم الروح صباح يوم الخامس من الجاري لتخسر الكنيسة الأرثوذكسية رجلا استثنائيا في تاريخها. على صعيد العلاقة مع المسلمين في الشرق، فالله يلهم يعني السيد المطارني أنه يشوفوا شخص عم بكفي هذا المسار. كان رجل توافق ورجل حوار ورجل محبة ورجل يتعاطى بالأمور كجسر تواصل بين جميع الأفرقاء اللبنانيين. العائلة الصغيرة كما الكبيرة من مطارنا وأساقفة وكهنة وعلى رأسهم متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطرانديس عودي اجتمعوا في صالون كنيسة مارن أولى في الأشرفية لتقبل التعازي. جثمان البطريرك هزيم الراحل نقل بعد ظهر الأربعاء من مستشفى القديس جورجوس إلى كنيسة مارن أولى. سجي النعش في وسط الكنيسة مع صلوات الرحمة، وبعدها ألقى المحبون النظرة الأخيرة على البطريرك الراحل. بس مش لأنه سلفة لأختي، لأنه ما بيتعوض. بالألف سنة ما في إشي مثله، بس أنا شهادتي مذكورة لأني أنا مرت خيو. فقدنا أب، فقدنا راعي كبير بكنيستنا، وخاصة بهيدي الظروف اللي نحن هلأ عم نمر فيها. شخصيات سياسية وروحية ودبلوماسية وأمنية ووزراء ونواب حاليون وسابقون وعلى رأسهم رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان قدموا واجب العزاء للأهل وأسفوا لفقدان من وصفوه بالرجل التاريخي الذي قاد أبناء الطائفة الأرثوذكسية برصانة وحكمة وعمل على الوحدة بين جميع الطوائف. وبحسب بيان صادر عن دار بطريركية انطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس في دمشق، فإن جثمان البطريرك هزيم سيبقى مسجن في كنيسة القديس مارن أولى في بيروت أيام الخميس والجمعة والسبت المقبلة، على أن تقام خدمة الجناز يوم الأحد في التاسع من الجاري عند 12 ظهرا في كنيسة مارن أولى في الأشرفية، وبعد ذلك سيتم نقل الجثمان إلى الكاتدرائية المريمية في دمشق. البطريرك الراحل في سطور. ولد البطريرك إغناطيوس الرابع هزيم عام 1921 في مدينة محردة التابعة لمحافظة حماة في سوريا من عائلة أرثوذكسية متدينة. درس في سوريا وبعدها درس الأدب في لبنان وانضم إلى الخدمة في الأسقفية الأرثوذكسية المحلية، حيث كان يخدم في البداية كمساعد للكاهن في القداس الإلهي ثم أصبح شماسا. عام 1945 سافر إلى فرنسا حيث درس وتخرج هناك من معهد القديس سيرجوس اللاهوتي، وبعد عودته إلى لبنان عمل على تأسيس معهد البلمند اللاهوتي وترأسه، وكان أحد مؤسسي حركة الشبيبة الأرثوذكسية في سوريا ولبنان عام 1942 التي عن طريقها تمت المساعدة لتنظيم وتجديد الحياة الكنسية في بطريركية انطاكيا. عام 1953 ساعد في تأسيس رابطة الشبيبة الأرثوذكسية العالمية والمدرسة اللاهوتية، وعام 1961 كان عضوا في مجمع الأساقفة المقدس، وتم انتخابه عام 1970 متروبوليت على محافظة اللاذقية في سوريا. أما المحطة الأبرز في حياته فكانت في الثاني من تموز 1979 حين تم انتخابه خليفة للرسولين بطرس وبولس على كرسي مدينة الله انطاكيا العظمى. نحن بهمنا لبنان، ونحن عزيز علينا مهما كانت الظروف. وبعدين أنا بهمني أن يقول وهذا نوع من الخبر، هذاك أنا عندي الخبر أنه إذا تزعزع الشرق الأوسط من أقاصيه إلى أقاصيه لبنان لن يتزعزع.
وللإضاءة على مميزات غبطة البطريرك الراحل ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور ميشيل نجار نائب رئيس جامعة البرلمانت. دكتور نجار، أول شيء بنقدم لكم التعازي لكل الطائفة وأيضا وخاصة لجامعة البرلمانت. لو سمحت دكتور، ماذا تقول عن هذه الشخصية الكنسية الوطنية العربية، وما هو الدور والموقف خاصة في لبنان للمسيحية المشرقية؟ أولا بدي أتوجه بالتعازي، تعازي حارة لجميع اللبنانيين وجميع السوريين وجميع العرب مسيحيين ومسلمين، لأن البطريرك كان رجل الطلاقي ورجل الحكمة والوفاق بين الجميع. وبتوجه بتعازي حارة بشكل خاص لأهل الكورة، لتلة البلمنت، هالتلة اللي كانت عزيزة جدا ومقربة إليه وإلى نفسه، واللي على هالتلة بني جامعة البلمنت اللي هي الجامعة الوحيدة التي نشأت في قرية، لأنه هو كان يحب هالمكان. بريد أقول أنه صحيح صاحب الغبطة، بالأول بدي يضيء بشكل هيك سريع على سيرته الذاتية. صحيح أنه هو من مواليد محاردة وسورية، بس مثل ما تفضلت وقلته لبنان كان وطنه الثاني. هو إجا على لبنان منذ أن كان عمره 15 سنة، إجا على بيروت، وببيروت درس بمدرسة ثلاث أقمار، ودرس بمدرسة الآي سي، ودرس بالجامعة الأمريكية، وتخرج بشهادة في الفلسفة وبالتربية، ومن ثم سافر إلى فرنسا ودرس في معهد القديس سان سيرجيوس، وتخرج بال 1953 بإجازة باللاهوت. رجع على لبنان، وبلبنان رسم أرشمندريت بال 54، وتسلم هناك إدارة مدرسة وكلية البشارة. وكان هو دائما مسيرته كلها هي مسيرة علم، فقد كان يعني رجل علم، أنشأ عدد كبير من المدارس، وبالبرلمان بالذات وبالكورة بالذات هو كمان أنشأ معهد اللاهوت الذي أشرتم إليه، وثانوية سيدة البرلمان بفرعيها الإنجليزي والفرنسي. ومن ثم صار بطريرك، انتخب بطريرك ب 2 تموز 1969. لكن أهمية الموقف، أهمية موقف غطة البطريرك، إن كان فيما يتعلق في لبنان، إن كان ما يتعلق في الدول العربية وخاصة للمسيحية المشرقية. نعم. أوكي. أول شيء، غبطة البطريرك كان يؤمن بلبنان، كان يعتبر أنه لبنان إرادة إلهية، وكان دائما أقولها، وأنه الله راد لبنان كما هو تماما، محلا للالتقاء، محل الآراء المختلفة والنظريات المختلفة والأديان المختلفة. وهو كان يؤمن وكان يتأسف لما يشوف شو عم بيصير بلبنان، وكان دائما يقول أنه اللبناني وحده هو في طمن اللبناني، وأنه الدولة القادرة العادلة هي اللي فيها تطمن الجميع. وكان في نظرته إلى لبنان أنه لبنان، كان يقول دائما نحن نتلمس وجه الله في لبنان مثل ما بنتلمسه بفلسطين تماما، وأنه كل شيء يسيء إلى لبنان هو يسيء إلى وجه الله، لأنه يعتبر أنه لبنان هو مكان التلاقي بين الله والإنسان. وكان ينظر إلى الأديان أن هي جوهرة مش نظريات، جوهرة هي محبة، وهي تلاقي، وهي شراكة، وهي بناء للأوطان. وكان دائما يقول أنه أنا أؤمن أنه صحيح لا إكراه في الدين، وطبعا هذا قول من القرآن الكريم، بس يقول كمان ما لازم يكون في كره بسبب الدين، ما لازم يكون في عداء بسبب اختلاف بوجهات الرأي. يعني الاختلاف لا يجب أن يكون سبب خلاف. وهو كان يؤمن بأن الآخر هو المرآة الذي يجب أن نجد فيها نفسنا. وكان دائما يقول، وبجامعة البرلمانت التي أنشأها كان دائما يقولنا ويعلمنا أنه أهم كتاب فيكم تقروه هو وجه الآخر، ولازم تقرأ هالوجه، ولازم تحبه كما هو، مش مثل ما أنت بتريده أنه يكون، لأنه هيك الله خالقه. وبذات الوقت بالنسبة لنظرته إلى المسيحية، كان ينظر للمسيحية والمسيحية المشرقية إن هي متجذرة في هذه المنطقة، وبالتالي مصيرة من مصير هالمنطقة، وأنه إحنا منا غربة عن هالمنطقة، وما لازم حدا يعتبرنا غربة، ونحن في مسؤولية عن نفسنا أنه ما نعتبر حالنا أنه غربة، ولازم نسعى لاستقرار هالمنطقة. نعم. أنا بشكرك على هذا الموقف وهذا الرأي بغبطة البطريرك هزيم. دكتور ميشيل نجار نائب رئيس جامعة البرلمانت، أهلا وسهلا. شكرا.